فعم تنكسر انت بين يدي الله، لما عم تشوف نفسك تعالي، عم تشوف حالك احسن من الاخوان. يمكن في واحد يشوف حاله احسن من الاخوان، ما دمت تشوف حالك احسن من اي اخ من الاخوان، مالك عطاء وانت محجوب عن الله، محجوب يا حماسي، مالك اي عطاء، مالك اي عطاء ابدا. ما دمت تجد نفسك لو واحد جاي اول يوم عند الشيخ ما بيعرف شيء، ما بيعرف من هذا الشيخ، ولا بيعرف شيء، لا بيعرف الطريق ولا بيعرف شيء، فاذا اتى شفت حالك خيرا منه انت محجوب عن العطاء، ما في عطاء ابدا، لانه ما في تذلل، شايف حالك انت شيء، ولو لك احوال، ولو لك انوار، لو ماشي بالسلوك، لو عم تشوف النبي بالمنام عليه الصلاة والسلام وباليقظة، ما في عطاء ما دمت شايف نفسك فوق الناس، وخصوصا الاخوان. المريد ما بيشوف حاله تعالى حتى على عامة الناس، حتى على شارب الخمر، اذا بيشوف شارب خمر في الطريق، شارب خمر، ما بيقول انا احسن منه، بيخاف، بيخاف، لانه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، فبيخاف، ما بيستطيع انه يخالف ويتعالى حتى ما يحرم هداية الله وبركة الله، ودائما شايف حاله تحت، متواضع منكسر. فكيف مع اخوانه بالجلسة عند شيخه، كيف مع شيخه؟ ففي مريد يتعالى، يدخل اول شيء، بعدين يصير عنده شوية غرور من احواله، من بعد ما كشوفاته اللي بتصير معه بصير عنده شوية غرور، او يصير عنده شوية علم، او يصير عالم، يصير دكتور بالشريعة، يشوف حاله. بدك تشوف حالك على شيخة، على شيخة كان الامام الشعراني شيخه اميا، الشيخ علي الخواص، امي 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 لا يقرأ ولا يكتب، الشيخ علي الخواص لا يقرأ ولا يكتب، امي الإمام الشعراني، وما أدراك ما الإمام الشعراني بالعلم. كان الإمام الشعراني يعني ما ذكر بحياته إلا سيدي ومولاي الشيخ علي خواص، وكل من ما أنا فيه من بركاته، وكل ما كذا، هكذا أحبابي أهل الله، لأن يعني هذا شيخ الطريق، هذا شيخ اللي وصلك لله.